بالظبط الاس خارجيه ما كسبناش حاجه. عايزين العلاقات الخارجيه والسياسه تبقى ناجحه ويدي دعايه للاستقرار في مصر وحاجات زي كده. انا ماليش راي في الموضوع ده. اكيد يعني بتحسن العلاقات بين دوله مصر والدول المجاوره والدول اللي بره، يعني تحسين علاقات. نستفاد ان احنا نرفع الاقتصاد المصري بتاعنا، ونستفاد ان نتقدم وتبقى حياه ديمقراطيه سليمه وكويسه حاجه دي. مثلا ممكن الحاجات السياحيه كويسه طبعا، لما نعمل علاقات كويسه، لما نعمل علاقات طبعا. ما بعرفش مين انت بتضحك. هو بيعمل الجولات الخارجيه، يعني معظم الحاجات اللي هو نجح فيها حاجات تبع الجيش، يعني هو واخد حقه والجيش، يعني زي بيروح يجيب ذخيره، بيروح يجيب مش عارف ايه، بيجيب الحاجات دي، لكن حاجه تيجي تفيد المواطن ما شفناش حاجه.